أغنيتي المفضلة في طفولتي هي أغنية دريمي صور متحركة، كنت دائما أغنيها يعني في طفولتي لماما. مررت بخاطري فكرة، عبرتي ضلت الذكرى، نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل. والله أكثر شيء كنت أنشد طلع البدر علينا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا. أنا وليلى كاظم الساهر. نفيت واستوطن الأغراب في بلدي، خانتك عيناك، خانتك عيناك، أم غرك البهرج الخدام مولاتي. عندما كنت صغيرة كان أبي وأمي يستمعون كثيراً لأبو راتب، وكنت أحب نشيد للأحباب أغني. للأحباب أغني أغنية الأمجاد، للأحباب أغني أبطال الأفداد. يا سلام، أوف، أول مرة، أول مرة في الروضة، عمري 5 سنوات في الحفلة. ما زلت متذكرها لأنه أعطوني أغنية اللي أنا كنت نحبها. ما نتذكرهاش الآن، ما تسأليش. والله أول مرة غنيت كانت في مركز قرآني، وكان عمري تقريباً 4 سنوات، لكن إيش غنيت مش فاكر. طيب، أول مرة غنيت لما كان عمري 4 إلى 5 سنوات، بسبب أعمامي وأهلي كانوا كلهم أصواتهم جميلة، كلهم أغلبهم مرشدين، فلذلك يعني بدأت بهذا الوقت. يعني عندما كنت صغيرة اكتشف والدي أنني عندي موهبة الإنشاد وأن صوتي جميل. هواياتي اللي ما حدش يعرفها، الطبخ، أعشق الطبخ. يعني نعمل الحلويات، الحلويات الفرنسية اللي فيها بيرفكسيونيسمو. يعني أنا الحمد لله مهتم بالفن، بحب الخط العربي، بحب صناعة الموسيقى. طبعاً كفوكل الآن يعني كمنشد أو كمؤدي صوت مختلف عن اللي بيألفوا موسيقى، هي عالم التصميم والتأليف الموسيقي بتحسهم قريبين على بعض، فلهذا السبب أنا عاشق لهذا الأمر. طبعاً هواياتي اللي ما حدش يعرفها هي كلها يعرفوها، لأنه ما عندي هواية ما مشاركها مع أصدقائي وأهلي، اللي هي الرسم وعزف الجيتار. صراحة يعني هواياتي معروفة، عندي هواية الإنشاد. مين أكثر حد شجعك؟ زوجي، والله زوجي الله يبارك فيه والله يتقبل منه، يعني ما شاء الله عليه، والله الحمد لله. الوالد والوالدة الله يجزيهم الخير. طبعاً في كثير أشخاص شجعوني، يعني بس أبرزهم أكيد أهلي، أبويا من ناحية الإنشاد، أمي كذلك، كل أصدقائي يعني هم كانوا المشجعين، بس أكثر أحد يعني أكيد أمي وأبويا. أكثر أحد شجعني أكيد والدي، وسندوني كثيراً، أشكرهما وأحبهما كثيراً. هذا حلمي، يعني إن شاء الله راح أحب أنه أسجل فيديو كليب فيه أغنية بالإسباني، نشيد بالإسباني باللغة الإسبانية، راح يكون نشيد على الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله باللغة الإسبانية إن شاء الله يا رب. هستثمر فيها. أنا الآن بدرس ماجستير في الفنون، إذا يكون هناك استثمار إما في التجارة أو في فتح ورشة فنية. أنا أكو شيء ببالي بس ما أقدر أقوله، حدخل فلوسي كلها كريبتو وخلاص، كريبتو كورنسي، حساعد أهلي، ما مفكر صراحة شنو أعمل بيها، بس ممكن أتزوج بيها. هو صراحة أريد أن يبقى الموضوع سراً، لأن أريد أن أعمل بها يعني عمل خيري. وتايه لوحدك مش لاقي دليل، والهم
حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.